وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وهذا حديث عظيم في غلق باب الوسواس، الأوبسيشنز ديزوردرز اللي بتحصل عند بعض الناس. تجد بعض الناس من الفضلاء ومن الصالحين قد كان في بعض السلف أن عنده وسواس كان يتعبه كثيرا، فتجده من الصالحين ومن أهل المسجد وكذا، لكن الوسواس يفسد عليه حياته. كل مرة يسألك والله نجد الصلاة حسيت أني في شيء طلع مني، إيه والله حسيت أني في شيء طلع من القبل، حسيت أني في شيء طلع من الدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء الإنسان يصلي فيأتي الشيطان ويلعب في دبره والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ليوسوس عليه ويلبس عليه. فالنبي بهذا الحديث العظيم قطع دابر الوسواس. لا تنصرف، هنا لا ناهية، وتنصرف فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. خلاص انتهت القصة. إذن ما في انصراف هنا، لا تنصرف من إيش؟ من الصلاة حتى ما تسمع الصوت أو تجد الريح. فأغلق باب ماذا؟ الوسواس. ولذلك صح لابن القيم أنه قال علاج الوسواس ترك الوسواس، علاج الوسوسة تترك الوسوسة.